بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا مساء النور والسرور على هذا الحضور الرائع والبهي. جئنا اليوم من مدينة الأنوار، جئناكم بكل المحبة والإخاء لنقدم لكم تحايانا العطرة الممزوجة بعطر الود وعبارات فواحة تختال في وجه هذا الجمع المبارك. فباسمي واسم أعضاء مكتب صالون فرح الأندلسي للأدب والطرب نتقدم لكم بأسمى آيات الشكر والامتنان على الدعوة الكريمة لشراكتنا ومشاركتنا في هذه الأمسية البادخة والمعتقة بعبق تراثنا المغربي الأصيل. وفي إطار التعاون والمشاركة في الحفاظ على موروثنا الثقافي، نواصل اليوم بمعيتكم أنشطتنا الثقافية التي تستهدف الرقي بالأدب والطرب من خلال هذا الاحتفاء والتكريم وتقديم وإمضاء الأستاذ الكبير والقدير الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل لكتابه معجم مصطلحات الموسيقية لطرب الملحون. الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل الذي ما فات أي تفانى في خدمة كل ما هو مفيد وهادف لصقل الذوق العام من خلال أبحاثه في عمق تراثنا وما يكمن في بحور الأدب والطرب. فمسيرة موفقة لهذه القامة الفنية الأدبية الكبيرة، ونتمنى له دوام الصحة والعافية وفيض السجية وكامل التوفيق في أعماله المشرفة. ونشكر مرة أخرى جمعية رحاب الإسماعيلية للملحون والموسيقى التراثية، وحياكم الله جميعا.